بالنسبه لتجربه الهيماتوكريت بيجي لك في الامتحان ورقه زي دي بالظبط بنسميها المسطره اسمها هيماتوكريت ريدر. لو جينا بصينا هنلاقي هنا من 0 ل 100 سكيل كبير، وهنا من 0 ل 100 سكيل صغير. هنا في خطوط فاتحه وهنا الخطوط هنا بتبقى غامقه شويه، سواء خطوط فاتحه او غامقه بتلاقوا في النص في خط مشرشر حاطط صباع عليه سريتد لاين، ده اللي انت بتحط عليه الكابيلاري تيوب. الفني بيكون جايب لك كابيلاري تيوب جاهزه مفصوله، البلازما فوق اخف والريد سيلز الاتقل بتكون تحت. بالنسبه يا احمد عايزك تحط الكابيلاري تيوب لزمايلك ونشوف احمد عمل ايه. حط الكابيلاري تيوب الاول اللي ثبتها يا احمد، حطها عايزك بص تثبتها في النص الاول عشان الناس تشوف حاجه. اللون الفاتح اللي تحت هو الصلصال اللي احنا قفلنا بيه الكابيلاري تيوب عشان لما تحطها في جهاز السنتريفيوج ما تتدلقش وما تتكسرش. صلصال بتتسال عليه في العملي اسمه بلاستيسين. ادي البلازما، انا عايز الريد سيلز تكون عند الزيرو، شايفين مكان صباعي اوضى حاجه، وعايز البلازما تيجي عند الميه. يا احمد هو البلازما فين؟ المنطقه اللي فوق. المنطقه اللي فوق، وهعمل زوم عشان الناس تشوف البلازما الحته دي، الجزء اللي فوق هوا. لو انا جيت حطيت الكابيلاري تيوب بالمنظر ده هلاقي البلازما عند صباعي تحت ال 100، تعمل ايه يا احمد عشان تعرف تقراها؟ حركه لحد ما اوصلها ل 100. صح، ناحيه انهي تدريج، صغير ولا الكبير؟ ناحيه الصغير. بالظبط، كل ما حركه ناحيه التدريج الصغير والكاميرا عامله معاكم الزوم هتلاقوا في الاخر البلازما هتثبت عند ال 100 والار بي سيز مثبتها عند الزيرو. الحكمه في كده هيماتوكريت معناه نسبه الريد بلاد سيل فوليوم للهول فوليوم، فبقارنه بالنسبه لل 100%. كده اتثبتت معاك يا احمد. عايزك تتخيل ادي اعلى حاجه في اللون الاحمر، نمشي بخط رصاص ونمشي كده غالبا ما بين 98 هنقول 85. على فكره الخطوط المايله ما بين العشرات لو لقيتها خمس خطوط يبقى الخط عامل 2%، لو لقيتها 10 يا احمد يبقى الخط عامل 1%. كده انت خلصت وبرافو عليك، جاهز للاسئله. طلعت 85%. اول سؤال، ده نورمال؟ لا النورمال كام في الميل؟ النورمال في الميل 45 لسه 47. برافو عليك. في ميل؟ 42. النيو بورن كام؟ 62. السبب انه عالي ايه؟ في رياضة هايبوكسيا برافو عليك. طيب ايه اللي يميز الكابيلاري تيوب دي عن اي كابيلاري تيوب تانية؟ هنا هيبارينايز. برافو عليك. طيب الحاجة التانية اللي أنا عايز أقولها دلوقتي، الهيماتوكريت فاليو لو أنا سحبتها من أرتر أو كابيلاري أو فين بتبقى أعلى فين؟ بسبب تمام الانفلكس بتاع الكلورايد اينز، وطبعا في افلكس بتاع البايكاربس. برافو عليك. فده بيزود الكونسنتريشن بتاع الاينز جوه، فنتيجه الاوزموزس بيبدا يحصل موفمنت للووتر او للسولفنت، بيبدا ان هو يخش جوه الريد بلاكر باسلز، بيبدا ان هو ساعتها بيعلي الفوليوم، بيزود الفوليوم بتاعها بالنسبه للفوليوم بتاع البلد. برافو عليك. طب سؤال يا احمد، هيماتوكريت فاليو في الكابيلاري قليله ولا عاليه؟ قليلة. عارف في حاجة اسمها بلازما سكيمينج فينومينا، يعني ايه؟ يعني الكابيلاري فيها بلازما ازيد من الريد بلاد سيلز. كلمة سكيمينج بقول لك كمعلومة بكل الدفعة اللي بالمصطلح ده يمكن الناس ما عرفتوش، لا في الكتاب العملي ولا في النظري. بالظبط وانت بتشرب نسكافيه بيبقى فيه رغوة موجودة فوق زي فوق موجود كده في أعلى حاجة في الكوباية، فالبلازما بتبقى زيادة عامله زي الرغوه دي وتحتيها ريد بلاد سيلز. سؤال يا احمد، انت قلت لي هنا 85%، ايه الاحتمالات اللي تفكر فيها؟ يا اما حاله هايدريشن مثلا بلازما فوليوم بيقل، تمام، يا اما مثلا حاله بولي سايسيميا. تمام، تتاكد ازاي انها بولي سايسيميا؟ سالم سهل يا باريتس. تمام، تتاكد ازاي؟ لو جت اعلى من 220 طبعا ده بيدل ان هي بولي سايسيميا. شكرا يا احمد.